Failure to settle your account by the deadline will result in deregistration. When this happens, you will be dropped from all your courses and you will not be allowed to attend classes, access Moodle, or take any examinations. قدرنا نوصل لحل مع إدارة الجامعة من خلال المفاوضات اللي كان مفروض تصير بخلال مجلس الطلاب. توجهنا مع تكتل النوادي الطلابية بالجامعة الأمريكية لأنه نعمل الانشيتيف اللي بتخول الطلاب أنهم يدفعوا عند كاتب العدل يدفعوا قسطهم للجامعة عبر كاتب العدل من خلال العرض والإيداع اللي بيصير عنده وهذا الشيء عم بيصير على أسس قانونية نحن بنعرف نحن هلا مقتنعين نحن بعد الليجل كونسلتيشنز اللي عملناها مع فريق المحامين اللي عم بيساعدونا إنه التسعير 3900 هي تسعيرة منا قانونية الجامعة إنها عم بتخالف قانون التعليم العالي يلي بيقول إنه الجامعات هي بتقدم خدمة عامة وإنه الجامعات ما بتقدر تغير أقساطها بلا ما تقدم موازناتها لوزارة التربية وبلا ما تخبر المجالس الطلابية إنه ها موازناتنا وبدنا نرفع الأقساط فشو رأيكم بالموضوع؟ طبعاً الجامعة تجاوزت كل هالقصص اللي بتتعلق بقانون التعليم العالي. إدارة بتقول إنها مضطرة تخلي القصة على 3900 لحتى تأمن احتياجات الجامعة. بس كل مرة كنا عم نطلب فيها إنه نطلع على البادجت تاعت الجامعة أو إنه نشوف شو الحسابات أو شو المعطيات يلي هن عم بيقرروا على أساسها القسط يلي بدو ينحط للتلاميذ ما كان عم بيصير في تجاوب من قبل الإدارة لحتى يوضحوا لنا عن جد ليه مضطرين ياخذوا هيدا القرار فمن هيك نحن لأنه ما عنا إناف information لحتى نقول انه اوكي هذا القرار مزبوط عم نحس انه في نوع من التنسيق بينهم وبين الاي يو بي لحتى يدعموا بعض ولحتى يستقوا بمحل معين على الطلاب يمكن الانتخابات الطلابيه يلي تم فيها تحدي احزاب السلطه وفازت الانديه العلمانيه داخل الجامعه هيدا المشهد ترك اثر ف في إرادة لكسر إرادة الطلاب يلي راحت وصوتت لنهج جديد وتمردت على السلطة لا يخلو الأمر من محاولة تأديب الطلاب يلي مشيوا باتجاه التغيير ونحن لأنه مؤمنين بالتغيير ولأنه لا حل لقيامة لبنان إلا بالتغيير نحن واقفين حد الطلاب إلى النهاية بالموضوع نحن توجهنا لأنه ندفع عند كاتب العدل على هذا سعر الصرف محمي من قبل القانون ما في ولا اي مبرر لانه الجامعه ما تقبل هذا البيمنت يعني كاتب العدل بيدوروا بعت النوتيفيكيشن للاداره والاداره اكيد مثل ما توقعنا يعني الاكسبكتيشن كانت انه هي ترفض هيدي البيمنت بما انه هن اصروا كثير عليها ما قدروا انه حتى يفاوضوا يعني مش انه تراجعوا نحن كان مطلبنا الاساسي ندفع على 1005 لهذا السمستر ما فينا نحن نجي نغير القسط بنص السنه الدراسيه وهن رفضوا هذا الشيء رفضوا حتى انه بيفاوضوا عليه مش بس رفضوا انه يرجعوا على 1005 فتوقعنا انه يرفضوها وكانت البلان هي انه بس نرفض بعد البلان هيك انه نحن نرفعها كشكوى عند محكمه الاختصاصي عند القاضي المختص بهذا الدومين او القاضي المالي وهون انا كثير بدي اشدد على اهميه انه يكون في مشاركه من الطلاب بهيدا البروسس ما بدنا حدا يحس حاله انه هو عم بيخوض هيك معركة ضد الجامعة لحاله لأنه نحن عم نشتغل مع بعض عم نشتغل مع محامين لحتى نتأكد انه بكل خطوة التلميذ في عنده support system في عنده عالم عم يدعموه وعم بيساعدوه حطوا الطلاب اللي دفعوا عند كاتب العدل بخانة الطلاب اللي مش دافعين اطلاقا يعني اجوا قالوا له انه اللي رايح دفع واستعمل هيدا legal procedure عم بدي شدد على كلمة انه هن they used legal procedure to pay. قالوا له انه انت مش دافع فهون هن يعني لانه شايفين القانون ولانهم يعني عاملين له اعتبار ولا عاملين اعتبار للقضاء في طلاب خفت واهلها خافوا انه يفوتوا بهذا البروسيجر ويرفعوا دعوه على الجامعه وحقهم انه يخافوا يعني بظل غياب الدوله وغياب كل شيء رقابه عن الجامعات الخاصه اوكي خافوا انه يعملوا هيك بدهم يدفعوا لكم على 3900 بس ما قادرين بعد يجيبوا يامنوا الدفعه بتروحوا كمان بيبعثوا لهم ايميل بيقولوا لهم انه اذا ما دفعتوا بهيدي الفتره حنعمل لكم دروب للكورسز بنعرف نحن يعني بخطابات الاداريين عده اداريين من الجامعتين ما حبدد بس الاي يو بي
عم يدعوا للتكاتف وللتكافل، ولانه هيدي فتره صعبه بدنا نوقف فيها كلنا حد بعض. فهون شو عم تجربوا تقولوا؟ الاكشنز هدول الاكشنز دونت ريفلكت القصص اللي بتقولوها، يعني وين في تكاتف، وين في تكافل اجتماعي بهذا الايميل؟ عم تهددوا انه اللي بده يدفع لي على 3900 بس ما بيدفع لي الاسبوع الجاي حاعمل له دروب من الكورسز، وما حخلي، يعني عم بنهي له مستقبله للطالب انا، اوكي؟ ما حخليه ياخذ الاكزامينيشن تبعه، علما انه في حدا ممكن يكون هذا اخر سمستر له، بعد عنده كورس واحد، ما قدر يأمن حقه، ما بتتخرج.